هذه نهار كبير هذا اخذت فيها منها والله العظيم. شكرا لولدي ياسين تحيه لك بزاف والله، عوضتيني داك الشيء اللي غيديروا الوليدات لوالديهم. الله ودي اخذت فيها منها بارك الله فيك. السلام عليكم متتابعين ديال نتمناكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، واليوم فرحتي قداش المتتابعين بالكتكوت الصغيره اللي راني حاطنا ما بين يدي. صراحه لي اول مره كانت النظره ديالي ليها ما شاء الله على الحبيبه ديالي، تمنيت نشاركها معكم ولكن باقا صغيره الحيمه ديالي يعني ما نقدرش يعني نبينها لكم. دابا ان شاء الله تتكبر شويه تمشي على رجليها وان شاء الله يا ربي انتم امي منا فرحانه بنت بنتها. اليوم المتتبعين اختي جات من اوروبا وبصراحه الله رحنا فرحانين بها. هاي هاي لالا امي ما لا خلاص والله الى جا الى جا سيدنا محمد الله معايا جا علاش تزغيت امي ما وعلى سلامتها تيتي شو الله الله يا سيلا فرحت بزاف واحد الفرحه ما تصورش يعني فاش اجا ياسين حدايا. طبعا بعدا شي كلمه لختي فدوى يعني المتتبعين ديال خالتي خالتي يمنى شي كلمه اختي فدوى بحكم راه ما كتبانش بحكم يعني الحياه الزوجيه وهذا ونعطيو شي كلمه لختي فدوى للمتتبعين. السلام عليكم متتبعين ديال ماما كيف لاباس عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كيما شفتوا معنا اليوم اخوتي راني فرحانه بلي جيت عند ماما نشوفها، فرحانه بزاف بزاف. ربي يخليك اختي حنا فرحانين ان شاء الله تقبلوا عليا. المهم المتتبعين اختي تيش راه كتحشم اول اول دور ليها صراحه. وليداتها هما معايا ياسين كبير ما شاء الله. ياسين شي كلمه للمتتبعين وشي ديديكاس للعمام كاملين. يلا يلا انت لي الامنيه ديالي نبان فلاشين معاكي. يلا قول لهم المشاهد يلا 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 تابل فرنسي يلا بارل تاع اون فرونسي سي با غراف راك تقول المشاهدين يلا يلا. المهم ماشي مشكله المتتبعين مازال ان شاء الله فيديوهات ماما بصراحه الله يعني فرحه كبيره هذه ملي جات اختي يعني بعد تبارك الله راكم عارفه زيدات الحمد لله هذه الكوسه هذه اللي تدخل علينا بالربح ان شاء الله والتيسير وباقي ان شاء الله غادي ندير فين ماما السكر؟ السكر موش ماشي السكر هذا القواعد عندنا قبل ما كيدخل اي دري صغير عندنا للدار كنديروا له السكر داك الشيء اللي كاين وراه اللي كيعيط طبو يجي يهز الباليزه اشنو رايان؟ هذه نهار كبير هذا اخذت فيها منها والله العظيم. شكرا لولدي ياسين تحيه لك بزاف والله، عوضتيني داك الشيء اللي غيديروا الوليدات لوالديهم. الله ودي اخذت فيها منها بارك الله فيك. الله ودي اخذت فيها منها هذا واجب والله العظيم الا واجب بالله العظيم. ما كاين حتى مشكل. المتتبعين ديالي داخل المغرب وخارج المغرب وتحيه لكم كبيره الله يخليكم فرحانين. امين امين اخواتي يا منى. المهم المتتبعين كما كتشوفوا هذو الحوايج ديال اختي فدوى والكادوات اللي جايبها لتيتيش والريان والاختي اميمه وبا محمد والخالتي يا منى كنشكروها بزاف صراحه صيطت لي كادو لريان. شكرا لك اختي فدوى والمهم على سلامتك ملي وصلتي على خير وبخير وتحيه للزوج ديالك والاهل ديالو ومرحبا بك والف مرحبا. ودابا المتتبعين تيتيش يا با محمد انا بابا راه مكلفيني بزاف كيعجبنا التفرتيك خلاص داكشي اللي كاين. ودابا المتتبعين كيما كتشوفوا معنا خلينا ان شاء الله يا ربي نطلعوا يعني الحوايجات ديال اختي ان شاء الله. بابا انا نوريك عندي تحدي كذا غير يلاه دابا المهم تيتيش داكشي اللي كاين دابا غنخليو اختي تطلع للدار ترتاح ان شاء الله وغنشاهدوا معنا ان شاء الله الجلسه ديالنا كامله. واخا مرحبا يلاه تيتيش على بركه الله راه كاين شي حاجه نهزها معكم راني نهز لك انا هذه ثقيله ثقيله راه هذه راه هذه نهار كبير هذا امي ما شفتك مازال شاده الحليب والتمر حنا ما ناكلوش حقنا ها ياك انا اختي امي ما يا ودي لاله امي الله يعطيك الخير صبغتي لي الحليب ماشي مشكل راك امي ما فاز زوين صافا ودي لاله امي الله يعطيك الخير يلاه تيتيش الله يحفظك يا ودي اختي اميمه. شكرا لك يا ودي اختي اميمه. الله يعطيك الخير اختي. سلام اختي عجيب. بالنسبه لي اسمي شمرتك ما نسيتش.
الله يحفظك عبد الحسي امي الله ينورك. اشنو؟ انا راه خويا. يلا ميم خليكم معنا ان شاء الله غنطلعوا دابا ان شاء الله تشوفوا البليسه اللي غنديروا. ايوا بصراحه فرحتنا قداش باختي هاد النهار والله الا فرحت بزاف بحال ما عرف شنو كاين حتى كنتسنى فارغ الصبر تجي توصل عندي نايله والله. او سمحي لنا اختي وميمه عذبناك والله العظيم الا عذبناك بالله العظيم حتى شي حاجه. فرحانه هاد النهار بختك في دواء اول دور واقيلا ليها في القناه ديال خالتي يمنى. اول مره غتقول شي كلمه اختي والله القاسمين. كيفاش نسيتي؟ الحمد لله كتحشم بزاف ونتمنى ان شاء الله من المتتبعين يكتبوا لها كومونتيرات زوينه حقها ان شاء الله ويعطيوها ان شاء الله واحد الطاقه اللي هي يعني ايجابيه. يا 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 فدوى اش كتقول هذه؟ انا يعني الدروس تيقتلني يا مشاهدي عرفتي طلع طلع. اوكي كيجيتو فدوى في طريقك مزيان بعدا؟ الحمد لله خويا درت شويه ديال الروتار. درت ساعه ديال الروتار من الحمد لله. الحمد لله والمهم على سلامتك. حق الواحد بخير وعلى خير. داك الشيء اللي كاين اختي فدوى شي بلاد ضروري اختي ياك الحمد لله اختي على كل حال. ايوا ان شاء الله ان شاء الله دابا غندخلو باش دير اختي كسكروط وتوحشتها بزاف والله الا راه كنت غدا راه كبيره عليك سمعتي وانا كنلحق لا شحال كبيره عليك؟ وقف حداها كنت ما تديش كبيره عليها والله الا توحشنا بزاف الله يخليك اودي اختي. انا عندي وميما وفدوى هما اللي عندي ما عنديش شي حاجه اخرى في الدنيا يعني ما عندهاش شي اختها ولا اخوها اخر. لا احنا ثلاثه والله العظيم ثلاثه الخواتات اللي عندنا ثلاثه بينا ولدنا كلش وحده الحمد لله بيناتنا واحد واحد المحبه حتى للموت. اميما راه بغات تبكي هي ويبعدوا عليها اميما هي الكسكوته ديال الدار. سمعنا ندخلوا فدوى ندخلوا بمارشاليات سيرو فدوى ها شوف دابا نعطيوك نعطيو الفدوى شي كلمه في حق خواتاتها بجوج اميمه وتيتيش. يعني واش قدي انا خواتاتها بجوج خواتاتي عزازين عليا بزاف بزاف والله يخلينا ديما محبين بعضياتنا ان شاء الله يا ربي. والوالدين هما كلشي يعني راه الواحد في المكان خصو يجي يشوف والديه. الحمد لله واخا جيت العام الفايت دوزت هنا سيمانه مي كنت راكو عارفه بالحمال ايتو كنت عيانه شويه كانت عيانه بزاف شوفي باش ما قدرتش نبان معاها حاجه في الدريس ضروري كنت عارفه الدريس انا خدام عليا اياه اختي وهي خدام عليا هادشي اللي الله يخليكم اودي تيتيش عندكم ونعرفوا بها الله يخليها لينا مرحبا بك امين يا ربي ولا امين ما شنو وجدتي لنا بحكم رانا وتيتيش ما كناش هاد النهار انا جلست في الدار انت جلستي في الدار قلتي لي سينا وجدت لكم كسكروط واحد الحلوه صايبات لنا اميمه والله الا بصراحه طلابه باقي غنشد لها شي كادو على هادشي اللي دارت لي هاد النهار شدات لي ريان شدت ريان انا متتبعين وكنت كندير بها الشغل برافو عليك اختي مشينا انا وتيتيش حتى المطار جبنا اختي فدوى والحمد لله على كل حال. الجيران شنو قلت لك؟ ما شاء الله فين جلس؟ فين جلس؟ فين جلسي؟ فين جلسي راهي فين؟ دابا ان شاء الله جلس الفار هذا ولا الفار؟ واخا ماما واخا ودابا غادي ندوزو نديرو كسكروط مع اختي في الدوار تغدينا في الطريق تغدينا وارتاحينا في واحد البومبا واعره صراحه خدينا راحتنا. هاي اميمه صيبت لنا الحليوه كيكاو شنو يعطيك الصحه ديالها اميمه زربنا على اميمه والله العظيم. المهم داكشي اللي والله ودي خالتي يمنى داكشي اللي موجود وقبلوا علينا المشاهدين ديالي وراني فرحانه ما خداني فرحه والعقبال بنيان ديالي وتيتيش ان شاء الله يا ربي خالتي يمنى ان شاء الله. ها تيتيش خصنا شي بنيه ان شاء الله ان شاء الله. صراحه عرفتيني لا دارت لي بحال فرطوطه في قلبي مسكينه. عندك راهين غادي يخسر لكم الحلوه. يلا المتتبعين المهم خليوكم معنا في هذه الاجواء ما تمشيو فين حتى نشربوا عصير ان شاء الله نكملوا معكم ترتيب هذا الفيديو ان شاء الله. كما كتشوفوا معنا المتتبعين ديالنا بعد ما يعني جات اختي وارتحت الحمد لله يا ربي ودابا دابا الشغالات المشاهدين خصكم ضربات الفواطه وداكشي اونتول داكشي شعبي. المهم ان شاء الله انا غندوز في المعنى ديال الكاسكروت دوزي فيهم وتحيه للشماليات ديالنا اللي صراحه فرحوني هذه العشيه هذه جاو مساكن وكبروا بيا وفرحوا معايا الله يفرحهم يا ربي. صراحه هاد الليله فرحت بزاف ملي جاو مساكن وجابوا الكاسكروت ديالهم يعني حسيت بهم بحال راني عندهم في طنجه والله القاسم والله الا الله يكبر بهم ياك اختي فدوى.
فيا. قولي شي كلمة مال الكاميرا غير قولي. ها داكشي اللي كاين. شمعت معليش اخلي واحد الكواليس حنا عادي داكشي عادي لما تسكر حيلك. مسكينه قالت لي راه جاتني واحد الفوبيا على قلبي ما قدتش نطق حتى حاجه. اول واحد اول مره دير ما تتبعين داكشي اللي كيهضر صعيبه شويه غنخليها ان شاء الله. حتى انا براسي والله الا كنت كن ما عرفتش اش فاش كنعاود نشوف داك الفيديو تنقول ويلي شنو قلت. المهم اختي وميمه حنا عندنا الحمايه ديالنا تبارك الله الحمد ديال يعني هاد المنطقه هادي الكاليتي ديالو واعره واعره بزاف وغادي ان شاء الله نخلي ماما تنصب وانا غادي ندوز في المعينات. ماما هاكي تنجلتك بسم الله غبري عليا وروحي يا ماما تعقلي عليا ما نعقل عليك. كي جاتك الفرحه ديال فدوا هاد النهار اش نقول لك صراحه كبيره كبيره واحد الفرحه كبيره والعقبه لكم ان شاء الله تكونوا فرحانين مع وليداتكم مع اهلكم كلكم ان شاء الله تكونوا فرحانين بحال هذا النهار. صراحه النهار ماما الناس كيخرجوا من المطار وهي كتبكي والله الا بكا وحده مسكينه ما خدت العائله ديالها ورجعت للمطار وجابت لي البكا على رقبتي بالرقبه وشتي هاتي انا موق اللي دايره. شوفي فيا ماما شوفي فيا والله كتشوف الدواء مسكينه قالت لي ما بقيت حتى واحد وانا نرجع بعدا للظل. ايوا اش غنقول لكم المشاهدين فرحانين ان شاء الله يا ربي تفرحوا مع وليداتكم وليدات وليداتكم والله يخليكم ديما فرحانين يا ربي ان شاء الله. واليوم باش تعرفوا يعني هاد النهار هذا راه ما كاين حتى واحد في الدار كلشي راه جا عندي لهنايا عمي اللي كاين وانتصار واكرام الشماليه راه معنا هاد النهار هذا ان شاء الله. الله يتعشاو معنا لكم المشاهدين حنا واحد والفين ما لقينا الضحك واللعب كنجلسوا ماشي الماكله اللي كتدي البنادم كتدي غير القنط كنضحكوا ونلعبوا ونشركوا داكشي اللي كيحصل لنا وكيخدموا عليا وكنقبل عليهم داكشي اللي كاين. ايوا يلاه المتتبعين دابا تنتي تبغي تقول لكم يا منى حتى نتوما الله يرضى عليكم داخل الغريب وخاصه وي 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 صراحه الفرحه كتخليني نطلق صراحه. متتبعين ديالنا الغالي ان شاء الله خليكم معنا ان شاء الله حتى الفيديو الجاي ان شاء الله تشوفوا التحضيرات غتكون واحد المناسبه واعره ان شاء الله غادي تكون شي حاجه توب 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 ان شاء الله يا ربي يعني بالفرحه ديال اختي راني ما تصوروش راني فرحانه بزاف والله الا ونتمنى ان شاء الله كاع اللي دخلوا المغرب الله يسهل عليهم والله يفرحهم والله يسمعوا خبر زوينه من الاهل ديالهم ان شاء الله. امين وتحيه للناس اللي خدامين الامن ديالنا تحيه لي تحيه كبيره اختي اميمه خصك تشوفي الناس كي كيتعاملوا في المطار. مشيت شحال كيتعاملوا معنا في التعامل غزال 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 بزاف تحيه لهم كبيره وكيعرفوا اميمه حشميه غير كتهرب ويلي ماما شميت ريحه البوطه صراحه الله اللي كيعرفني وكنظل المشاهدين كلشي فرحان والله يخلينا فرحانين داكشي اللي كاين اجواء ماما يا سلام والله صراحه حنا كلشي فرحان ولا ما جاي غير الفرحه ما جاي ان شاء الله غير وخليتوني يا اختي انا هنايا كاينين المفاجات المشاهدين بداو الفيديوهات وغتفرحوا معايا تكبروا معايا واحد الفرحه كبيره 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 يا الله ان شاء الله يا ربي وامكم يمنا معكم داكشي اللي كاين السلام عليكم السلام عليكم.